مش مسموح الصمت العربي عن كل جرائم الحرب والإرهاب الوحشي اللي عم بتمارسه آلة الحرب الصهيونية بحق شعبنا بغزة. اخترعوا لنا شيء اسمه الربيع العربي ليلهون عن القضية الأم، القضية المركزية فلسطين. الربيع العربي الحقيقي اليوم هو بغزة. تحية لكل أم، تحية لكل العائلات، تحية لكل الشيوخ، للأطفال، للمقاومين يلي بفضلهم وبفضل المقاومة بلبنان ما بقى في شيء اسمه الجيش الذي لا يقهر. الشيء اللي لا يقهر هو شعبنا، شعبنا الفلسطيني، الشعب الحي. علمونا البطولة، علمونا الكرامة، علمونا العزة. كلمة لأهل سوريا ولأهل العراق يلي كمان عم بيواجههم عدو واحد بس بوجهين، عدو الصهيوني والوجه الآخر لإله عدو التطرف. تحية لأهل غزة، للعراق ولسوريا. جوليا.